النهارده المحامي خالد علي طبعا عرفنا ان هاله فهمي مقبوض عليها طبعا بقى 3 ايام لما كانت بتستغيث بالناس. اخر فيديو طبعا عملته وهم بالفعل اعتقلوها، وكانت مختفيه قسريا محدش يعرف عنها حاجه لحد النهارده. ظهرت النهارده النيابه ادتها 15 يوم على ذمه التحقيقات. طبعا القضيه كلنا عارفينها بعد ما طلعت اتكلمت وانتقدت الوضع وازاي نسمح لدخول الاسرائيليين مصر. طبعا هي حصلت صفاء الكربيجي، الاثنين برضه كانوا بيتكلموا تقريبا في نفس المشكله اللي اثروها، ان هو ازاي احنا نسمح بدخول الاسرائيليين لمصر وان هم كمان يحتفلوا في مصر وفي سيناء تحديدا. وخلاص احنا النهارده عيد تحرير سيناء، بالمناسبه امبارح كان عيد تحرير سيناء، فيعني كانت في حاجه مشينه. الناس كانت بتنتقد الوضع بس يعني ما كانتش بتتكلم بقى في امور تانيه، امور قضيه فلسطينيه، بنتكلم على عدو صهيوني معروف للناس كلها، مش بنتكلم في تفاصيل داخليه يعني. ومع ذلك تم اعتقالها من 3 ايام، طبعا كانت مختفيه قسريا، والنهارده ظهرت طمنا عليها المحامي خالد علي. ويا رب نتمنى ان ربنا يفك الكربه ديت والعيد ثوره. سلام.